معرض يضم موريتانيا الثقافية والحضارية والتراثية تحت سقف واحد، زاره وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد سيد أحمد الجا رفقة والي الحوض الشرقية يسلموا السيدي لاكتشاف ما يسخر به المعرض الموازي لمهرجان مدائن التراث بولاته، التراث الذي غصت به الرفوف وجيء به من كل فج عميق، صنعه السلف فعض عليه الخلف بالنواجذ وضربت له السلطات العليا للبلد موعدا كل عام. شرفنا اليوم بزيارة وزير الثقافة لهذا المعرض الخاص بوزارة الصيد والاقتصاد البحري، خصوصا وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك المياه القارية. قدمنا له شروح عن عمل الوكالة وتخصصاتها اللي تعدل وايش من المنتوجات اللي ناتجه من تعاونيات تم تكوينها من طرف هاي الوكاله وتم تجهيزهم منها. هاي الوكاله تكون صيادين المياه القاريه وتكون نساء المحولات الاسماك القاريه وتدعمهم وتعطيهم باش يشتغلوا على تدعمهم بمعدات اللي يشتغلوا بها. نحن اليوم تشرفنا بزياره معالي الوزير الثقافه لجناح الاتحاد الاكاديمي المثقفين الموريتانيين، هذا الاتحاد اللي يضم 60 دكتوراه مختلفه التخصصات العلميه، هذا الجناح كله منتجات علميه واكاديميه، طبعا شاركنا في هذا مهرجان ولايه التاريخ محاضرين عن الاتحاد الاكاديمي المثقفين الموريتانيين، وكانت الحمد لله الاقامه مريحه، وهذا الشكر موصول للوزاره كانت اعطيه اهميه كبيره لاهل العلم، باهل العلم ما يقدروا الا اهله. والحمد لله كانت مشاركه قيمه، جايبين من انتاجات جديده اللي انتجهم الصانع التقليدي، خاصه على النعاق بالنشين قال له الحريق اللي خلق في المعرض. الحمد لله جبروا القدر من الدعم من ناحيه الوزاره، من ناحيه جهات ثانيه كامله، ما جبروا ذاك الدعم المادي وجبروا الحمد لله الدعم من ناحيه الالات ياكلوا من قدو يشتغلوا وعدوا الانتاج ما شاء الله تبارك الله من الصناعه التقليديه. جولة الوزير داخل المعرض حملت رسائل اهتمام الحكومه بالتراث، فهو الحاضنة الثقافية والهوية التاريخية للمجتمع، وفي الحي القديم تفقد الوزير قناة صرف المياه واطلع على أهم اللوحات التي تحكي تاريخ مدينة ولاته. محمد عمر بلول، الموريتانية، مدينة ولاته.